بيس 2020. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير، واهلا بيكم في فيديو جديد. طبعا عشاق لعبة البيس كتير جدا على مستوى العالم، وفي ناس بتستناها من السنة للسنة، وفي ناس ما بتحبش تتفرج على ماتشات كورة بس بتحب تلعب الالعاب دي جدا. هنشوف مع بعض النهاردة الطريقة اللي تقدر تثبت بيها لعبة بيس 2020 وتستمتع بيها على جهازك. بس قبل ما نشوف الطريقة دي هطلب منك طلب، لو انت اول مرة تشوفني يا ريت توقف الفيديو لمدة 5 ثواني وتنزل تحت تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده اول باول، علشان تحمسنا وتدعمنا وتخلينا نقدر نواصل. ولو عجبتك الطريقه بتاعت النهارده ما تبخلش على الفيديو بلايك، واعمل له شير مع اصحابك على الواتساب والفيسبوك. كورتك معاك، دراعتك معاك، ويلا بينا نبدا الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم، رجعنا لحضراتكم مره ثانيه عشان نشوف مع بعض الطريقه اللي هتقدر تثبت بيها لعبه بيس 2020 وتستمتع بيها على جهازك. اللعبه السنه دي مختلفه شويه عن كل سنه. كل سنة كانت بتنزل عن طريق ملف ايزو، وبتاخد الملف ده وتفكه وتثبت اللعبة عندك عادي جدا وتلعبها على طول. بس السنة دي الموضوع مختلف شوية، السنة دي اللعبة بتنزل عن طريق برنامج اسمه ستيم. فعلشان نجيب برنامج ستيم ده هندخل على صفحة جوجل عادية بالشكل ده، وهنكتب في البحث ستيم، وهنضغط انتر بالشكل ده، وهنفتح اول نتيجة بحث اللي موجودة عندنا هنا اللي مكتوب عليها ويلكم تو ستيم، فهنضغط عليها بالشكل ده. هتفتح معانا واجهة البرنامج بالشكل ده، تمام؟ هنضغط على كلمة انستول ستيم اللي موجودة هنا بالأخضر، هنضغط عليها بالشكل ده، وهنضغط على كلمة انستول ستيم بالشكل ده علشان نقدر ننزل البرنامج عندنا. البرنامج مساحته صغيرة خالص، حوالي 1.5 ميجا، فهنضغط سيف فايل من هنا بالشكل ده عشان نقدر ننزل البرنامج. البرنامج نزل عندنا، هنضغط على اوبن فولدر بالشكل ده، وهناخد البرنامج عندنا كده على الديسكتوب علشان نقدر نتحكم فيه. تمام، هنثبت البرنامج زي اي برنامج عادي جدا، هنضغط عليه دبل كليك بالشكل ده، وهنضغط يس، وهنضغط نيكست، نيكست تاني، وبعد كده انستول، وهيبدأ البرنامج يتثبت عندنا عادي على الجهاز. تمام، البرنامج اتثبت، فهنضغط فينش من هنا بالشكل ده. اول ما بتضغط فينش فالبرنامج بيعمل عملية ابديت كده، او بيعمل تحديث للملفات الموجودة جوه البرنامج. التحديث مساحته مش كبيرة، حوالي 180 ميجا، فهتسيبه لغاية ما يخلص التحديثات بتاعته عادي جدا. البرنامج خلص الابديت بتاعه بس بيفك بعض الملفات الخاصة بيه. تمام، البرنامج خلص السيت اب بتاعه او الابديت بتاعه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. اول ما بيفتح البرنامج مش هيظهر لك بالواجهه دي، هيظهر لك بواجهه تانية خالص اللي هي الواجهه دي. الواجهه دي هتكتب فيها البريد الالكتروني بتاعك، وهتكتبه هنا مره تانية، وهتختار الدوله، وهتضغط على كلمه اي ام نوت روبوت اللي موجوده هنا علشان تحل اللغز اللي هيجي لك هنا. وبعد كده هتنزل تحت شويه، هتضغط على العلامه اللي مكتوب عليها اي اجري دي، وهتضغط على كلمه كونتينيو بالشكل ده. بعد ما تخلص المواضيع دي كلها هتلاقي البرنامج بعت لك كود على الايميل بتاعك. هتروح الايميل بتاعك علشان خاطر تاخد الكود ده وتدخله جوه البرنامج، وبعد كده هتعمل زي ما انا هعمل دلوقتي. هتكتب الاسم بتاعك اللي انت اخترته جوه البرنامج، وهتكتب الباسورد الخاص بيك بالشكل ده، وهتضغط لوج ان. بعد كده البرنامج هيجيب لك رساله، هيقول لك ان احنا بعتنا لك رساله على الايميل ده، او ان احنا هنبعت لك رساله على الايميل ده. هتضغط نيكست، وبعد كده تروح على الايميل بتاعك، هتلاقي هنا في رساله موجوده من موقع ستيم، هتفتحها بالشكل ده، وهتاخد الكود ده بالشكل ده، اتعلم عليه كده، وهتاخد الكود ده كوبي من هنا، كليك يمين وتدوس عليه كوبي بالشكل ده، وتروح عند البرنامج وتضغط كليك يمين وتضغط باست علشان تحط الكود. بعد كده هتضغط نيكست، وبعد كده هتضغط فينش، وبعد كده هتضغط دبل كليك على البرنامج من هنا بالشكل ده عشان تفتحه. اول ما البرنامج يفتح معاك بالشكل ده هتلاقي الوضعية دي او الواجهة دي. هتضغط على كلمة ستور اللي موجودة هنا بالشكل ده. انا ممكن نكبر شوية كده عشان الدنيا تظهر. تمام، دي الواجهة بتاعت البرنامج او الستور بتاع البرنامج. بعد كده هتيجي في البحث هنا بالشكل ده، وهتكتب كلمة بيس 2020 بالشكل ده، هتلاقيها ظهرت عندك اول نتيجة بحث، هتضغط عليها بالشكل ده. اول ما بتفتح اللعبة عندك بالشكل ده او جوه البرنامج زي ما انتم شايفين، هتلاقي عندك اختيارات كتير قوي.
هتلاقي فيه هنا اختيار اللي هو يعني ان انت تشتري اللعبة مثلا بحوالي 59 دولار او 60 دولار، وفي اختيار تاني ان انت تشتري اللعبة برضه بحوالي 80 دولار. طبعا احنا مش بتوع شراء، فهنختار اللعبة اللايت او النسخة اللايت اللي هي المجانية، فهنضغط على كلمة بلاي جيم اللي مكتوبة هنا بالشكل ده. بعد كده هجيلك رسالة هتقولك ان انت محتاج حوالي 32 جيجا فاضيين في السي او في المكان اللي انت هتنزل فيه اللعبة، تمام؟ لو انت ما عندكش مساحة في السي فممكن تضغط على الاختيار ده من هنا بالشكل ده وتختار اي بارتيشن عندك موجود جوه الكمبيوتر يكون فيه مساحة اكتر من 32 جيجا. طبعا انا عندي 32 جيجا مساحة في السي، فهضغط على كلمة نيكست اللي موجودة هنا بالشكل ده، وهيبدأ البرنامج ينزل بعض الملفات الخاصة باللعبة بطريقة عادية جدا. بعد اللعبة ما بتخلص تجميع الملفات الخاصة بيها، بعد كده هتضغط فينش من هنا بالشكل ده، وهتضغط على كلمة داونلودنج اللي موجودة هنا، وهيبقى في بعض الملفات كده اللعبة بتدونها حوالي 177 ميجا بعد ما بتخلص اللعبة الداونلود بالشكل ده. بعد كده بتيجي بقى المرحلة الأهم اللي هي مرحلة الداونلود أو مرحلة التحميل. اللعبة مساحتها حوالي 24 جيجا و300 ميجا. طبعا اللعبة بعد ما بتخلص الداونلود بالشكل ده هتضغط على كلمة بلاي اللي موجودة هنا وتقدر تلعب اللعبة. طبعا انا مش هقدر ادون ال 24 جيجا كلهم لان الباقة بعافية شوية بعيد عنكم، فالموضوع ده مش هينفع. فاول ما اللعبة تخلص الداونلود او ال 24 جيجا دول هتضغط على كلمة بلاي من هنا وتقدر تلعب اللعبة. طبعا الموضوع ده انت مش هتعمله كل مرة، او يعني قصة التحميل او الحاجات دي مش هتعملها كل مرة، انت بس بعد كده بعد ما تخلص الداونلود هتحب تلعب اللعبة بأي شكل، هتفتح برنامج ستيم من هنا بالشكل ده وهتضغط على كلمة بلاي جوه اللعبة وهتلعبها على طول بدون أي مشكلة. ودي كانت الطريقة اللي تقدر تثبت بيها لعبة بيس 2020 على الجهاز. أتمنى يا رب إنها تكون عجبتكم. أتمنى يا رب تكون طريقة تثبيت لعبة بيس 2020 على الجهاز تكون سهلة وبسيطة ومفيدة، وهيظهر لك دلوقتي أربع فيديوهات اتفرج عليهم إن شاء الله يعجبوك. والسلام عليكم.